يحوت يونس الهادي الأمين، نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. جوف ظلمات ثلاث سطعت كما النور المبين، سبح الكون معه لمن علا وأبدع، فالتقى ما أرواه في قلوب المتقين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين. لا إله إلا الله، ما لنا سواه، قالها كل الدعاء عن جميع المرسلين. جاءوا بالتوحيد غاية ورشادا وهداية، نورها في كل آية في طريق العابدين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين، نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. كيف تستقبلين هذه العجوزة الخرفة في قصر الملك؟ لقد جاءت لزيارتي. تعلمين أنني طردتها من ساحة المعبد في حفل زفافك؟ نعم، لأنها طالبت بحقها. أي حق لها عندنا؟ أتصدقين أن الملك سرجون قد سرق أرضها؟ لم يسرقها، ولكنه أدخلها في توسعة القصر، وربما لم يمهله القدر ليعطيها ثمنها، فكان واجباً على الملك سنحريب أن يؤدي دين أبيه. ليس لها دين عندنا. لقد رأيت حجة الأرض بعيني. حجة مزورة. يا أمي، أنت هكذا تظلمين هذه المرأة. اخرسي، أتتهمينني بالظلم؟ عفواً، ولكنني فقط... لقد تجاوزت كل حدودك. سيعود سنحريب من سفره وأحكي له كل ما فعلته في غيابي، ولن أسمح لك بالتطاول علي مرة أخرى. أيها الشاب الصالح، أريدك أن تشفي لي حماري. قال يونس: الشافي هو الله، أنا فقط أدعو بالشفاء. إذن أدعو له بالشفاء. قل تلك الكلمات التي قلتها فشفيت بقرة العمة نهار. قال يونس: أتسألني عن الكلمات التي قلتها ولا تسألني قلتها لمن؟ ألا تريد أن تعرف من هو ربي الذي دعوته فاستجاب لي وشفى البقرة؟ أنا لا أعرف سوى الرب تعشتار. قال يونس: أتريدني أن أدعو الرب تعشتار التي تصنعها بنفسك مع أبيك وتبيعها للناس بتخفيضات في السعر في مواسم التخفيضات، وتقدمان رشوة للكاهن حتى يأمر الناس أن يشتروها منكما؟ كيف عرفت كل ذلك؟ قال يونس: بل عرفت أكثر من ذلك،
عرفت أن ربا تنكسر رقبته عند سقوطه على الأرض لا يمكن أن يحمي غيره ولا يشفي حمارك. فمن دعوت إذن لشفاء البقرة؟ قال يونس: دعوت الله الذي خلق الكون وخلقني وخلقك. ويضيف كما قال جده يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم يضيف أيضا: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أتريدني أن أعبد إلهك حتى تشفي لي حماري؟ قال يونس: بل أريدك أن تعبد الإله الحق حتى لا تلقى الله بشركك يوم القيامة، ولقد جئتكم بشيرا ونذيرا حتى لا يقول الناس ما أرسل الله من بشير ولا نذير. وحماري المريض؟ قال يونس: سأدعو الله له بالشفاء حتى يكون حجة عليك في الدنيا والآخرة. اللهم اشفه شفاء سريعا لا يغادر سقما. اللهم اجعل في شفائه آية تحض صاحبه على الإيمان بك وترك عبادة الأصنام. ما هذا؟ لقد نهض من تلقاء نفسي. قال يونس: اذهب بحمارك واشكر الله أن استجاب دعائي فشفاه. وكيف أشكر الله؟ قال يونس: أن تؤمن به إلها واحدا ولا تشرك به شيئا. لماذا غضبت الملكة الأم من مقابلة للعجوز نهار؟ ولماذا ترفض أن تعطيها حقها؟ ثمن الأرض مهما كان لن ينقص من مالها شيئا يذكر. أي دين هذا الذي يعتنقونه؟ فلا يأمرهم برد المظالم إلى أصحابها. لن أترك سنحريب فور عودته إلا بعد أن أعطي لنهار حقه. علم الملك سنحريب بما أصاب الأميرة جولدا في غيابه، فقطع رحلة صيده وأسرع بالعودة إلى قصره في نينوى ليطمئن على زوجته حبيبته. جولدا، ردي علي يا حبيبتي، ماذا أصابك في غيابي؟ وقع عليها فرع شجرة كبير. أمي، كيف لفرع شجرة أن يقع من تلقاء نفسه؟ إنها شجرة عجوز قديمة، كان علينا أن نقطعها قبل أن يصيبنا أذاها. ألم تفق منذ إصابتها؟ لا يا حبيبي، والشكر للربة أنها ما زالت حية. هل رآها أحد الأطباء؟ بالطبع، وهل كنت سأنتظر حتى تعود إلينا؟ وماذا قال الأطباء؟ قالوا إن حالتها صعبة ومرضها طويل، وإن فقدانها للوعي سيستمر طويلا. حبيبتي جولدا، سآتي لها بأطباء من خارج نينوى. تعلم أن أطباء بلدنا من أمهر أطباء العالم. لن أبقى ساكنا حتى أفقدها، لابد من علاجها. الكاهن الأكبر ناصر يال يأتي كل يوم ويدعو الربة عشتار أن تشفيها. ولم تشفى بعد. وكيف تشفيها وقد رفضت الركوع لها؟ أمي، أرجو أن تغفر الربة لها، فإذا كتبت لها النجاة تعرف ذلك وتؤمن بها. جولدا، لن تموتي وتتركيني وحدي، سأفعل المستحيل حتى تشفي. تعلمين أنني
لا أستطيع العيش بدونك يا حبيبتي. 3 أيام أيها الكاهن، والأميرة في فراشها لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم. نعم يا مولاي، إنها فاقدة الوعي تماماً. طلبتك لتدعو لها بالشفاء. قالت أمي إن الربة تستجيب دعائك. سمعاً وطاعة يا مولاي. الربة الأعظم عشتار، مرضت أميرتنا الجميلة وما بيدنا حيلة. أنت فقط القادرة على شفائها، فسامحيها واغفري لها وارفعي غضبك عنها. غضب؟ أي غضب؟ عفوا يا مولاي، لقد غضبت الربة على الأميرة عندما رفضت الركوع لها، فكان ما تراه الآن. قالت لي أمي إن فرع الشجرة القديمة قد سقط عليها. الربة تسبب الأسباب، هي التي أمرت الرياح فهزت فرع الشجرة حتى ترك مكانه، ثم أمرت الفرع فسقط على كتف الأميرة. كانت رحيمة بها فلم تسقطه على رأسها. كل ذلك لأنها لم تركع لها. أرادت الربة أن يكون ما حدث للأميرة عبرة لأهل نينوى كلهم. أيعني ذلك أنها لن تشفى أبداً؟ لقد مرضت لغضب الربة عليها، ولو شفيت فستشفى بغفران الربة لها. كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكثيرة، يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكثيرة، يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين، قالها في بطن حوت يونس الهادي الأمين. نجيته من
من غمه وكذلك تنجي المؤمن.